على الدفع الذي تقدمت به جهة الدفاع، وأرى أن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص للنظر في التهم الموجهة إلى شركة نيو تي في. ويطلب إذن من صديق المحكمة للإدعاء أن يودع اقتراحاً بأمر يحل محل قرار اتهام معدل تحذف منه جميع الإشارات إلى شركة نيو تي في كمتهمة في هذه القضية. بعد نحو شهر من إيداع جهة الدفاع دفعها بعدم اختصاص المحكمة في قضية تحقير المحكمة بحق شركة نيو تي في ونائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمة خياط، وبعدما وصلت المحكمة أيضاً مذكرات من أفراد ومنظمات في لبنان ودول أخرى تحفظت على اتهام المحكمة لشركات وأشخاص معنويين واستنكرت استدعاء الجسم الإعلامي، جاء قرار القاضي نيكولا لتيري في جلسة علنية مباشرة انتصاراً للدفاع والجديد والخياط والإعلام، قبول الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع ورد التهم بحق شركة نيو تي في قناة الجديد وحذف جميع الإشارات للشركة في قرار الاتهام. هذا قرار مهم، لأن ما حدث اليوم هو أن دفعات الدفاع قد تم قبولها من قبل المحكمة، وقد قبل القاضي بكافة الدفعات التي قدمتها جهة الدفاع، وبعدم صلاحية وذلك بعدم صلاحية وعدم سلطة واختصاص المحكمة في توجيه تهم جنائية ضد أشخاص معنويين. الدفعات التي قدمناها قبلت ونحن سعيدون جدا، سعيدون لتلفزيون جديد لمشاهديه ولشعب لبنان الكامل. ومع أن القاضي لم يتخذ قراره بشأن اختصاص المحكمة في محاكمة الأشخاص المعنويين، أي أن الدعوى على الخياط لا تزال قائمة، فهو أشار إلى أن ما من محكمة جنائية دولية كانت لها سلطة محاكمة أشخاص معنويين من قبل، لافتا إلى أن أفضل طريقة لتسيير المادة 60 مكرر هي من خلال الحد من اختصاص المحكمة ليقتصر على الأشخاص الطبيعيين. وفي انتظار قرار المحكمة في هذا الشأن بدا المحامي كريم خان متفائلا. بالنسبة لكرمة خياط، إن هذه القضية يقول المحامي منفصلة كل الانفصال، فقد تم اتهام الشركة كقرار معنوي كشخص معنوي، أما سيدة خياط فهي مواجهة اتهام إليها كأنها وعلى أنها شخص طبيعي. سمعتم أن القاضي قال أنه سوف يصدر جدولا زمنيا، والقضية الآن هي أن نعرف ما إذا الإدعاء سوف يقدم استئنافاً، وإذا كتم ذلك علينا أن نرد على هذا الاستئناف، علينا أن ننتظر ونرى لتتوضح الأمور بعد بضعة أيام إلى أن تأتينا معلومات جديدة. ونحن نعتقد أن القانون سوف يصان، ولكن القاضي هو من يقرر. اليوم كان عن الجديد، ولكن وهذا يعني أن كافة الإشارات إلى تلفزيون الجديد سوف تشطب. وبعيدا عما إذا كانت المحكمة قد ردت التهم بحق الشركة كي لا تفتح على نفسها الباب في ملفات لشركات عالمية، منها شركات سلاح لها علاقة مباشرة بمحاكمات ضد جرائم حرب، ستضع المحكمة في الأيام المقبلة جدولا زمنيا تحدد فيه الإجراءات اللاحقة التي قد يتأخر اتخاذها مع اقتراب موعد بدء العطلة القضائية الأسبوع المقبل. إذا كان أول الغيث قطرة، فأول الانتصار رد التهم بحق شركة قناة الجديد، والقناة التي قررت المواجهة ستستمر في المواجهة كرمة لعيون الإعلام والحريات والحقيقة. من أمام مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، رونا حلبي، قناة الجديد.